قالت وزارة الصحة المصرية إن ما لا يقل عن 41 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 150 بجروح جراء تصادم قطارين للركاب بمدينة الإسكندرية الساحلية شمالي البلاد. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه الأجهزة المعنية للتحقيق في الحادث، وكذلك أعلن النائب العام تشكيل فريق خاص للتحقيق. تقرير محمد حميدة من الإسكندرية. في واحدة من أسوأ حوادث القطارات منذ ما يزيد على عقد من الزمان، ارتطم قطار قادم من القاهرة للإسكندرية بآخر، وأسفر ذلك عن عشرات من القتلى والجرحى. عدد كبير من أهالي منطقة عزبة الشيخ تجمهروا عند القطار عند سماعهم لصوت الارتطام. الحادثة دي كانت في قدر واقف عطلان، قبلوا الداني بقى من ورا منه من غير ما حد اتصل ولا قالوا في قدر واقف ولا بتاع. احنا اول ما لقينا الخبطة كلنا جرينا، كل المنطقه جريتنا. طبعا الصوت جامد، طبعا احنا قايلين ضحايا ياما. وزير النقل المصري هشام عرفات اوقف عددا من مسؤولي هيئه السكك الحديديه حتى الانتهاء من التحقيقات. دخل في قطر واضح، يعني دخل فيه من ظهره يعني، فيا مثلا اللي ورا ده جاي متجاوز، يا مثلا اللي واقف ده وقف فجاه، يا مثلا الاشارات اللي هي رابطه ما بين الاثنين دول، اللي احنا عندنا يعني نظام الاشارات لازم احنا بنبغي اللي احنا نطوره عشان يجبر القطر ان هو لما يكون ماشي بسرعه لازم يقف. طيب العدد الكبير ده ناتج على انه ممكن يكون في يعني توقف مثلا حدث فجاه او سرعه زياده ولا عالم يعني عدد كبير برضه؟ الموضوع قيد التحقيق. الموضوع قيد التحقيق. تم نقل الضحايا الى عدد من مستشفيات الاسكندريه ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومه المصريه لتلافي اثار الحادث. دي من قبيل الكوارث العامة اللي بتتضافر فيها كل جهود الدولة. مجلس الوزراء في غرفة لإدارة الأزمات والكوارث، السيد المحافظ على مستوى المحافظة بيقود هو غرفة إدارة الأزمات والكوارث، وزارة التضامن الاجتماعي بتقدم حصر بكل الحالات ودراسة لكل الحالات والدعم النفسي وتعويضات للمتوفين وللمصابين، وزارة الصحة بتقوم بعلاج المصابين. تعتبر السكك الحديدية في مصر واحدة من أبرز وسائل النقل بين محافظاتها، وقد شهدت على مدى العقود الماضية حوادث عديدة، أبرزها حادثة قطار العياط جنوبي القاهرة والذي أدى لمقتل 350 مواطنا في العام 2002. هي واحدة من أسوأ حوادث القطارات هنا في مصر منذ أكثر من عقد من الزمان. الروايات التي ما زالت متداولة هنا حول قطار كان متعطلا على قضيب السكة الحديد، وقطار آخر متجه من القاهرة إلى الإسكندرية كان مسرعا واصطدم به ونتج عنه هذا المنظر الذي ربما ترونه الآن أمامكم، وهو هذه واحدة من العربات التي أديرت بشدة والتي تجري العمليات حتى ساعة متأخرة من الليل لرفع هذه العربات من على قضبان السكة الحديد لعودة حركة القطارات مرة أخرى بين القاهرة والإسكندرية. محمد حميدة، بي بي سي.